عبادي فأجيب كل ما قال رسولي قوله نور وهادي واتباع لسبيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن هذا لها لخليق، إن هذا لها لخليق، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها للشاب الذي لم يجاوز عمره 18، إنه أسامة بن زيد، يعطيه صلى الله عليه وسلم راية من أجل أن يقاتل أعظم دولة في ذاك التاريخ، إنها الروم. كيف لهذا الشاب أن يصل إلى 18 من عمره وكل هذه القيادة وكل هذا العنفوان عنده، أن يكون جنودا من جنوده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إنهم المبشرون بالجنة وعظماء الصحابة. لقد شك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا القرار، فأخذوا يطعنون في هذا القرار، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارة أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا بها، أي إنه خلق قائدا أميرا، إن كان لخليقا بها وأيم الله إنه لأحب الناس إلي. وإن هذا لها لخليق، وأيم الله إنه لأحب الناس إلي من بعده، أي من بعد أبيه، فأوصيكم به خيرا فإنه من صالحيكم. أي عظمة أخذتها أنت يا صاحب رسول الله، أيها الشاب، أيها الأستاذ لكل القادة، من أين حصلت على هذا؟ أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها القادة، أيها المعلمون، لم يكن سيدنا أسامة طفرة، لقد كان كثيرا من أصحاب رسول الله قوادا في هذا العمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيأ لهم هذه الأرضية فأصبحوا أهلا للقيادة، كانوا يجلسون مع رسول الله يسمعون كيف يدبر أمور دولته وكيف يدير أمور الناس، أمور العامة والخاصة. ما بالنا اليوم إذا جاءك ضيف تخرج أولادك الصغار خارج البيت، كيف يتعلمون العظمة؟ كيف يتعلمون حديث الكبار؟ يعيشون صغارا. المراهقة قد تستمر حتى 40 سنة، 40 سنة، لأن هذا الطفل عاش طفلا مع أطفال وبدأ يعيش معهم وتزوج معهم، فحديثه حديثهم. 40 سنة يلاعب أولاده على الإنترنت، ويلاعب أولاده على ألعاب الإلكترونية، بل وتخجل أن تجد أن أبا يقاتل ولده لأنه قد خسر مثل هذه الألعاب مع ولده. إنها القيادة، يجب أن نربي أولادنا عليها. أيها القائد، لا تكن قائدا عظيما فذا، إذا مت مات المشروع من بعدك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إن هذا لها لخليق، 2% فقط يخلقون قادة، أما 98% يمكن أن نصنعهم. الثورة الآن تحتاج إلى قادة يعرفون كيف يديرون الأمور، قادة يفهمون مشروع أمة كاملا، يفهمون كيف يخطط أعداؤهم لهم، كيف يتعلمون مع أعدائهم، كيف يتعلمون مع ثورتهم، كيف يتعلمون كيف يخادعون أعداءهم. أيها الإخوة، القيادة ليست هدية يورثها الأب لابنه ولا المحبوب لحبيبه. أما كان صلى الله عليه وسلم يحب أبا ذر، لكنه قال: يا رسول الله ولني. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، إنك امرؤ ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة. ليس القيادة أن توليها لمن يطلبها، ولا بالمقابل أن تعطيها، أن تعطيها لمن تحب. فليس كل محبوب، وليس كل تقي، وليس كل عالم، وليس كل رجل صالح يستحق أن يكون أهلا للقيادة. إنها ميران وإنها سلوك، يجب أن نمرن أولادنا عليها. فإن استطعنا أن نكون أهلا ووجدت الناس هم أهل وكفؤ فأعطهم، ابحث عن القوي الأمين.
فإن خير من استأجرت القوي الأمين، فإن وجدت هذا القوي الأمين وإن كان من أقاربك وأحبابك فافعل. لقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاربه وأحبابه، لكنه ليس لأنهم أقاربه وليس لأنهم أحبابه، إنما لكفاءتهم. القوي الأمين حيثما وجد فافعل، عند ذلك لا يهمك إن طعن الطاعنون. لكن أيها المسلم اتق الله واعرف أن من توليه يجب أن يحافظ على هؤلاء الأمانة فيسلكهم الخير وطريق الخير وأسلوب الخير. قال صلى الله عليه وسلم: بئس الرعاء الحطمة، بئس الرعاء الحطمة، أي الراعي والأمير الذي يتولى أمر جيش فيحطمهم ويتعبهم ويدئبهم وإن كان قويا. كان سيدنا عمر يخشى أن يتولى البراء ابن مالك وهو صاحب رسول الله جيشا، أتدرون لماذا؟ لأنه كان صاحب إقدام، كان صاحب همة، كان صاحب شجاعة، فقال: لا تولوا البراء جيش البراء ابن مالك جيشا من جيوش المسلمين، خشية أن يهلكهم بإقدامه. إنها أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويجب أن نصنع لهذه الأمة رعاة قادة خليقون بها لا يتوارثونها كما يتوارث الطغاة الملك عن آبائهم. والسلام عليكم.